وبالعودة إلى قضية اغتيال العالم الإيراني ننتقل مباشرة إلى واشنطن عبر الهاتف مع السيدة باسمة الغصين المستشارة في البيت الأبيض سابقا للحديث أكثر حول هذا الموضوع. أهلا بك سيدة باسمة. بداية، ما هو الموقف الأمريكي من التهديدات الإيرانية بعد مقتل العالم النووي؟ إذا أعتقد أنه من المهم للولايات المتحدة أن تستمر من حماية المصالح الأمريكية في هذه المنطقة والتأكيد على أن حلفائنا في هذه المنطقة سوف تحظى بكل حماية من أي عمل محتمل من قبل الطرف الإيراني بعد هذا العمل. نعم سيدة باسمة، يعني هل تتخوف واشنطن من أي رد إيراني على هذه العملية؟ لا أعتقد أن واشنطن تخاف من ذلك، ولكنني أظن في الوقت ذاته أن السلطات الأمريكية مستعدة وجاهزة لمختلف الخيارات والسيناريوهات في هذا السياق، وأيضا أعتقد أننا سوف نحدد مختلف التوقعات والتداعيات. وكما تعرفون نحن الآن في حالة الانتقال للسلطة في هذه الفترة الحساسة، حيث الرئيس المنتخب بايدن وفريقه له اتصالاته مع الاستخبارات، فبالطبع وسوف يتصل ويتشاور بشأن هذه القضية. فبالطبع قد تكون هذه المرحلة حساسة وغامضة، ولعل الإيرانيين قد يستفيدون من هذه المرحلة، ولذلك نحن نحاول أن نتوقع ما سيكون بعد ومن تداعيات هذا العمل. نعم السيدة باسمة الغصين المستشارة في البيت الأبيض سابقا، شكرا جزيلا لك.